رجعكم مع شارل العزار. صباح الخير شارل. صباح النور. ينعاد عليك. مرسي وعليكم. بالصحة والعافية. وعلى المشاهدين كمان. والقصص الحلوة. من واحد مناسبة بيروج. خلصنا نوال بس نحن منكفي بالعيد. نحن منضلنا معايدين كل السنة. منضلنا معايدين وفي عندك اليوم تورش أو مارون. بعدنا مكملين مع المارون. مع المارون. وفي كمان مرينج مثل المون بلان. صح. هو يعني فات المارون كتير غلط واحد يفكر انه بس بفتره الكريسماس هي فينا نضلنا مكملين فيها بشتوية. يعني جانفي فيفري فينا يعني اذا واحد بعد عنده مارون انه في يضلوا يستعملوا مش انه غلط الفكره اكيد. شو يلا بدنا نشوف الانجريديان على الهواء. فهد عم نسمع صوتك على الهواء. اوكي هلا التورشو مارون رح نعملها كمان مع كولي مانغ. ليه مش سمينا مارون؟ لا انه حتى نكسر شوي صغير من المارون بيعطي كطعمه فروي بتلبق معها. هلا فينا نستعمل كمان مع بوار كثير طيب. أوكي. فينا نستعمل كمان كولي كراميل. كراميل بيلبق كمان كثير مع المارون. بس انا اخترت الشوكولا بيلبق مع المارون كثير. بيلبق كثير يعني فينا نعمل كولي شوكولا كمان. فينا كولي شوكولا هذا اكار كثير طيب. الفري بين مانغ او بين بوار ويليام بيطلع كثير. بوار ويليام بقى. هلا نحن رح نعمل ديم مشاهدين رح نعمل ديم مرينغ فرانسيز. بنرجع من بعدها بدنا نعمل الموس اومارون. وبنرجع من بعدها بدنا نعمل المونتاج بدنا نشتغل عليها. اوكي هلا ما بينا. هلا اول شيء رح بلش بالمرينغ فرانسيز. عملتها قبل بمره صح بس انا وياك رح ارجع اذكر بس بدنا بياض البيض ورح ونوعين سكر. سكر بودره وسكر خشين وهي كلها طون بور طون قد بعضها يعني 100 100 100 يعني كثير هينه. هيدي مرينغ فرانسيز هيدي ريسيت انترناسيونال. بس نقول 100 بيض يعني كم بيضه؟ 100 هي البيضه هي تقريبا 30 جرام زليل يعني 3 زليل تقريبا 3 زليل. اوكي اذا قللنا او كثرنا بننزع الطبخه. مش بننزع بس انه ما بتطلع مزبوطه. أوكي. هلا لحط شوي صغيره سكر عادي بس تبلش تعمل فوم. أوكي. تعمل لي رغوه بقويه. وبصير حط السكر وفيرو امزور بصير نزلهم شوي هلا حطيت السكر كله رح اتركها تضرب على جنب. اوكي السكر العادي حطينا والبودره بعدين بودره على بس تطلع بنعملها على ايدنا بالسباتول. اوكي ما بنخفق السكر البودره. سكر بودره لا على ايدنا بنعمله. اوكي هلا فينا نبلش نحن هلا بالرسات نعمل الكريم. اول شغله الموس ومارون فينا نسخن الكريم اللي هن 60 جرام الكميه. أوكي. القليله اوكي على سبيد هاي سبيد اوكي انا حاطط هون البات بات دو مارون حطيتها على جنب بس يسخن الكريم لحطها فوق منها ورح حط الكريم دو مارون كمان. هلا الفرق بين الكريم دو مارون والباد دو مارون هي الباد دو مارون بتعطيك الجو اكثر بيسون بيبقى اقوى. بدي ذوق تشوف شو الفرق. اوكي لا بدي ذوق الباد. الباد اوكي بتبقى كونسنتري اكثر من السوبر مارشي بتلاقيها على الريون مطرح العلب. بيكون محطوط باد دو مارون وكريم دو مارون يعني لازم هون ننتبه انه باد دو مارون كانه عم ناكل مارون. هيدي بس خدي من هون اذا بدك اذا ما بقى في نقطة بدي. هلا هي الشغله وين الشغله انه لازم ننتبه اطيب الباد دو غير الباد يعني. اكيد هلا الكريم دو مارون حاطين له بقلبه حاطين له فانيه يعني
بيخففوها بيخففوها بفاني مشان هيك بفاني وبكريم مشان هيك بتطلع اخف طعمتها بينما الباتي هي اكثر طعمتها كونسنتري. هلا رح هون ما انه طلع الزليل حط السكر نخفقها على ايدنا نخفقها ملعقة صغيرة بس هيك هي الكويسون صعبة بالمرنج كويسون صعبة حسب شو عم تعمليها هديك مرة عملنا بافلوفا بتتذكري من شي شهر هيدي بحطها هون ايه اذا فيك بليز حطيها اعملها على ورقه وعلى صينيه احط الصينيه هون هيدي كيف بدنا نخلطهم هلا اذا بدك تتركيها هلا انا برجع بخلطها عم اهلي كيف الطقس برا شارل انا وجاي كان بلشت عم تشتي بلشت طلعت العاصفه بعده عم نشوف الفيسبوك بيج تبع لايف ام تي في لايف انت بتكتب عليها؟ ايه انا عملت لها لايف؟ ايه عملت لها لايف تصور لا يعني اوكي هلا هون رح اعمل رح اسكب المورينج هلا هون انت شفتي شو صار حطيتي الكريم السخنه نحن ما حطيناها هيك الكريم السخنه عن عبس نحن حطيناها كرمال نرخيها لانه البات دومارون فيها نوعيات فيها اوقات بتيجي كثير قاسيه وفي اوقات بتيجي ارخى شوي صغيره نحن جبنا الارخى لحتى ما تعذبنا هون على انه على التي في وتصير كثير بدنا نقعد نرخيها وكنت عم اقول انا المشاهدين لازم اذا راحوا على حيالة سوبر مارشي بدهم يشتروها ينتبهوا ما يخربطوا بينها وبين البيوريه دو مارون بيوريه دو مارون بتبقى مارون مسلوق وطحنينه بس يعني ما في بقلبه شيء يعني طعمته بتختلف كثير يعني عندنا بيوريه وعندنا بات وعندنا كريم نحن عم نستعمل البات والكريم بس مش البيوريه ايه هلا هون رح اعمل بلش بالمرينج هيدي بعد بدنا نخلطهم؟ ايه فيكي بعد اذا بدك تنخلط شوي صغيره. بتهدي لي هيدي بليز بس شوي صغيره هيك. زياده. رح اسكب المرينج. هلا اذا بدنا يطلعوا كلهم نفس القياس بنرسم نحن على الورقه. بنرسم القياس اللي بدنا اياه. شفتي كيف عم تطلع؟ هديك جربي تسكبي شوي يلا شو عندنا؟ انا دايما بجرب اوكي كنا عم نقول الكويسون تبع المورينج لازم تكون على 100 او 90 لتضلها بيضة بحال بدنا اياها مثل البافلوفا من اول حرارة بنعملها على 150 ووقت اقل هيك بتصير بقلب المورينج بترفخ وبتفقع وبصير قلبه السكر بيتحول لكراميل بصير عنده طعم كثير 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 طيب يلا هون اعطيكي انا بهالوقت انا بهالوقت رح رخي هون الكريم دو مارون والبات دو مارون رح زيد فوق منهم الويسكي اكيد اذا في حدا ما بيحب الويسكي في ما يحط ويسكي بس هي الويسكي بتعطيها طعم كثير طيبه شو بتجنن فظيعة بدي اعمل كم وحدة صغار شو رأيك؟ ايه اذا بدك تبسي عليها من دون ما تبرميها فيك هيك فوق منها بس تعمليها نقطة عم بعمل هيك ايه لأنه في محل هيك ايه بيبي جو
شفت طعم بطوننا لوقت دقتيهم ما بيسكروكي بال بالسابويت قلت لك ايه كثير طيبين خلص بكتفهم بعتقد ايه بفتكر خلص بزياده لحم الفرن هيدي وين بحطها هون اوكي رح حطه هلا هو بتعرفي هو بده تقريبا شي ساعه ايه بس انا انه جايب معي المرانج شفتوا هيدا الديكور شو حلو هيدي مثل علامه الفلوردوليس ايه هلا شفنا كمان عم نشوف ارقام الفلوردوليس وشفنا الفيسبوك بيج للفلوردوليس عم باكل فلوردوليس دايما طيبين مرنجات وقت بنعمل يكون عندنا فرن كونفكسيون بيبقى هواء لازم ننتبه حتى ما تطير الورق وننزع الشغل نحط لها بس نقطه كريم او نقطه مرنج هيك بنلزقها شفتوني شارلي ما شاف شو بعدك بدنا نترك بس شي ثلاثه للديكور تذكرت طفولتي والسابويات والسابويات والالوان بعد في منهم السابويات ايه في بس كان في لوكال هلا صاروا عم بيجيبوهم من برا اه ولا؟ ايه بس قبل هذيك يوم كنت عم بقول طفولتنا راس العبد وهيك السابويات السابو قبل كنا كانوا يقرشوا هلا صاروا بيعلكوا ما بعرف ليه انه قبل كنا وقت نكلها انا اطيب بيقرشوا ايه كنا نكل كنا نكلها كانت تكسر كان في اورانج وروز واصفر وابيض وابيض بس هو هن الالوان بعوم وفلت ايه وكمان كان في القدامه مع سكر تتذكر ايه مره كنا صغار مره عملنا ديسير تارت او بواشيش مع فريز ايه بس هول هيك هيك طفولتنا ايه عن جد هذا الدسير اللي كنا ننبسط فيه اوكي هلا هون ارجع بس اذكر المشاهدين شو عملنا حطينا لبلشنا بالموس اومارون حطينا الباد دو مارون الكريم دو مارون الباد دو مارون رخيناها مع الكريم ال 60 جرام سخنناه يلي سخنناهم وحطيناهم فوق منها وحطينا الكريم دو مارون ورجعنا حطينا الويسكي وخلطناهم صار عندنا كريم كريم اوموجين صارت اخذ بعضها هلا رح نزل انا الشانتيه انا خفقة من قبل لحطها فوق منا وبصير عنا نزل شوي بالأول لتاخد بعضها هيدا شو هيدا شو شايف شو حتى هلا دوقي طعمتها مع مع الويسكي قد ايش طعمتها ما تقلي بليز دوقي بليز ما تقلي ما بنترسيني يعني ما فيني هيك الشباب كلهم عم يبتسموا هلا في شغله اذا بدنا نعملها نحن لنفترض تنحط بقالب ونرجع نفضيها إيه؟ افضل نحط معها وقت تكون عم نسخن الكريم نحط معها شي ورقتين جيلاتين لهي الروسات بنكون مرخينها للورق جيلاتين اكيد بمي وثلج بنحطهم مع الكريم وبنرجع بعدين بنسخنهم وبننزلهم معها بتكمش بلعت لساني وقلبت عيوني قلبوا عيوني ياي مثل جاتو شفتي شوي شوي بتنخلط مش قوية طعمة الويسكي ايه ما انا ايه انه انا ما بدي هلا غير طعمتها هلا هي هن وجايبينها كمان دلدق شوي صغيرة عرفتي كيف بس هي الرسالة المحطوطة انه انا بقول للمشاهدين اذا بدهم يعملوها ما يزيدوا يعني هاي هلقد بس هي لانه راح منها شوي صغيره بالصينيه هن هي وجاي على الترانسبور على الترانسبور خطأت لك انا اوكي اوكي هيدي الكميه شال كيف فيك تعمل كل الايام هيك حلو بالفور سيزونز وما تدوق يعني واحد انا لو محلك كنت صرت 200 كيلو انا حقيقة بدوق كثير بس بنتبه يعني عندي وقت للسبور يعني برجع بعمل سبور بس انه انا يعني هو طالع الوزن تاندانس ايه هو طالع الوزن يعني اوكي اوكي هلا صار عندي اياها الكريم جاهزه لحضر الكولي فينا نسخنها
اذا كان عندنا المانج فريش بنطحنها بنسخنها وبنحط معها سكر ان بودر سكر البودره الكميه اللي نحن حاطين على الروسيت. هلا بحال نحن جايبين البوري جايبينها سورجيلي ما ضروري لانه اول شيء بتبقى هي معقمه ومنا بحاجه انه ما بتنتزع دغري. صح. اوكي هلا نحن رح نخلطها دغري ما رح نسخنها. عنا بس طلعت هذه كبيرة شوي ما بيأثر. بتعرفي فينا نخلطها دغري بقلبها شوي لحط السكر ايه هون. ليه بدك تزيد سكر هو منها سكري؟ لا بتعرفي هي مش منها سكري هي هي طعمتها مثل ما انطحنت يعني يعني نحن بنشتريها طعمتها كأنه فري مطحون دغري بتزيد السكر والسكر احسن يكون ان بودر لحتى يعطيه يصير اكثر فيسكو يصير لزج اكثر وقت ينحط على الصحن ما يصير ترانسبارون و اوكي بعدين المهم انه وقت تشتريها سورجيلي للفواكه بتطلع لك كل السنه نفس الطعمه يعني لانه هن مش هن بيتعاقدوا انه مفترض تبري مع كينيا بجيبوا الفواكه من كينيا على طول هذا انت هون اذا بدك تشتريها من السوق كل مره مره من السوق يعني مره من مصر مره من الهند مره حمراء مره فجي عرفتي كيف نحن مشان هيك انه حتى يطلع عنا البرودوي ستاندارد وهو ذاته كل مره بنجيبوا سورجيلي افضل اوكي صار عندنا هلا نحن هون الكولي اوكي الكولي جاهز هلا صار فينا نبلش نحن بالمونتاج بنسكب التورش اومارون او الموس نعملها تورش اومارون هولي خلصنا من نون عندنا المورينج هلا نحن موجودين بالفرن رح ننسيهم لانه بدهم ساعة ننسيهم المورينجات اللي محضرهم من قبل شفتي كيف شفتوا كيف طلعوا صوت يا عيني هول محمصين مظبوط بس على درجه حراره خفيفه على 90 على 90 وحطيناهم تقريبا ساعه وشوي لحتى نشفوا مظبوط اوكي بنجيب بايبينج باج كيس للسكب هلا فينا نعمل شغله لتطلع هيك اكثر طعمة أطيب منجيب مارون غلاسي منحط شوي بقلبه شال شو معقول ضحك واحد بيتوب هون بتعرفي شو هون الطيب فيها انه بيكون واحد عم بياكل على اساس كريم وبيطلع له بيطلع له البريزور البريزور دو مارون بريزور دو مارون بيطلعوا كثير طيبين نحن اصلا رح نعمل اكثر بس هلا بس للمشاهدين لنفرجيهم اكلت كثير مارون بالفترة الكريسماس كيف مو بلون ولا مو بلون ما كثير بحب اه والله ليه ما بعرف لانه يمكن ما بتحب الميرينج ولا لا بحب بس انه مش اتس نوت ماي كاب اوف تي يعني شو اكلت اكثر شيء بالداند يمكن اه مارون غلاسي وبالداند يمكن بالداند وغاتو او مارون اه البوش لا اه غاتو اها اوكي بيبقى غاتو غاتو ولا في موس غاتو غاتو اه معمول بال معمول مثل هون اه اوكي طيب مع كريم وهيك ايه بنجيب دوي كانلي مخرمه ونبلش نشتغل عليها بنقص طرف اوكي دايما بنسكرها مش معقولكم تي مانيبول هيك بسهوله بنسكرها قبل ما نعملها بنسكرها احسن افضل هلا انا جايب معي كريم بس كريم او موس مارون بس رح استعمل هيدا اللي هلا عملناها طازه اكثر لا بس انه بتعرفي
انه عمل لنا هلا دغري قدام المشاهدين. اليوم غريب لاحظت شغله. شو انا انا طالع الثلاثه ومش سبت؟ لا لا رزق منه عن على الهاند هيلد. ايه لاحظت؟ ايه اكيد. اوكي هلا ما كان عارف انه انت هون يمكن. حاعملها هيك وبلش ببرمها. يكتر برافو. هلا بعد رح يجي فوق منها السباجيتي. سباجيتي بالبادو مارون. بالبادو مارون. بس كمان البادو مارون هون انا مرخيه بشوي صغيره كريم لحتى تقدر تنزل من الكيس. هيدي كانت بنت اختي لما كانت صغيره كانت تقول سباجيتي. سباجيتي. سامع صوته؟ ايوه. اوكي. بديك تجربي؟ يلا. يلا حاعطيكي هيدول بس حط قبل لحط البريزور. بريزور دو مارون غلاسي. هذا ديسير ألزاسيان. يعني هونيك مشهورين فيه. بالألزاس. بالألزاس. مش معقول شو مشهورين بالألزاس بأساس. مشهورين كثير بالأكل لأنه كثير مزوقين ب. مش كمان الكامامبير من ألزاس؟ الكامامبير لا. نو؟ نو لا ما بفتكر من الألزاس. ابني بيقول لو فروماج كي بو. ايه ما هي مزبوط هيك بس بتعرفي بنعرفها نحن من نحن وصغار بالفابل دو لا فونتين تبع لو كوربو اي لو رونار. بس مش كامامبير كيف؟ بلا كامامبير فرماج كامامبير؟ ايه بس ما بيقولوها بس دائما بس بيصوروها بال بحطوا لها كامامبير. هيدي ما طلعت منيحه بس مبلطحة شوي. ايه بس فيك تزيدي فوق منه ما بيأثر. من النورماندي. ريح حالي. تشتغلي بريح حالي. بعرف بس انا بنبسط. لا انه حلو بتشوفي كيف. ايه هلا طلعي فيها طلوع لفوق دغري. شفت خلصوا. بس هي لانه بلشت تخلص مشان هيك عم تقطيش. يا عظيم. بس بتعرفي وين الغلط؟ انت رحتي فيها كثير لبرا، لازم انت تعمليها للنص، لانه هلا بدنا نعمل نحن نحط السباجيتي. معلي سباجيتي. هي بدها تصير كثير عريضة. اه اوكي. بس انه بتتصلح منها مشكلة. بتتصلح؟ انت قلت لي جرب. شفت عم بتبقبق. خلص صار فيها هوا الان. نحن بعد في عندنا هون اذا بدنا نعمل. ما بيطلع لك ما كنت عم بتصور يلي عم بيصوره بيطلع بس بتحطي لي شوي صغيره بتفرف شفت جاي اخر هم. اخر الدق ما في نو واي فيكي بس هلا تحطي لي انا بكون عبيت شو هالبريزوريت؟ ايه هذا مارون جريد اي هذا مارون شديد. ولا بدك بعد بريزور وحدة بلا بريزور ايه مش مشكلة اصلا بدي اترك انا كرمال الديكور لفوق على الوجه ليك الفرق بين انت عاملهم وانا عاملتهم ما بيأثر شو دبشين يشاه وشاه اوكي هلا صار عنا اياهم جاهزين بدنا نحط عليهم سباجيتي بدنا نبلش بال سباجيتي دو مارون بنجيب او بايبينج باج او منجيب ورقه زبده بنقصها اول شيء بهالطريقه وبنرجع بنقصها تريانجل ريكتانجل بدنا نحط فيها مثل كانوا كون سوداني ايه الكون اليوم شو عم بتذكر قصص صغار اوكي بنقصها هيك بهالطريقه
هلا يطلع عندنا الكون مزبوط. اوكي اوكي ناخذها هيك منجيب الكوتيه على الكوتيبي عشان تعمل شخطوره والميديان بالنص. هلا سلنا ماتيماتيك ماتيماتيك. اوكي بننتبه انه تسكر مزبوط على بعضها. بس بدنا نفرجي كيف بدنا نحط السباجيتي. يا سباجيتي رح نحطها. هيدي شو بات؟ هيدي بات دو مارون بس مرخينه. مرخينه بشو رخيتوها؟ رخيتها بشويه كريم. رح اعملها هيك بسكرها نقصها. نقصها بعد رح نجيب هلا وحدة وبلش. نحن عنا هلا بعد ما نخلص وقفة نرجع عنا بدنا نحضر فيديو كليب نرجع دغري على تيستينج. اوكي بكون انا هدول عملتهم كلهم حضرتهم حضرت لهم كل السباجيتي فوق منهم. سباجيتي كثير طيبين. اوكي نحن رح نكفي السباجيتيات رح ناخذ سوا بريك وبنرجع لكم بتيستينج بعد شوي.